رقم 29، بطولة كانت غايبة عن هذا الكيان الكبير 3 سنين. مبروك لكل أفراد الجهاز الفني بقيادة المدير الفني كابتن محمد مصلحي، أيضا مبروك لكابتن عبد الله عبد السلام، ده كابتن فريق نادي الأهلي اللي استلم درع الدوري، مبروك ليه بالنيابة عن الاستوديو التحليلي وبالنيابة عن قناة النادي الأهلي. ببارك لك وبارك لكل فريقك كان حاضر هذا اللقاء، المهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الجرح والاستاذ محمد ضماطي، دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره ونائب رئيس الاتحاد الدولي ايضا للكره الطائره، مبروك ليكوا يعني للمره المليون. كابتن ربيع لو حابب تهني كابتن شريف طبعا. كابتن عادل اتفضل. اتفضل يا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن. احنا في بهجه الحمد لله، بقى من ساعة مجلس الإدارة ما استلم الفترة دي، والحقيقة في إنجازات وبطولات وشوم حلو على النادي، ودي السياسة المتبعة سياسيا إذا كنا في الكورة أو في الطايرة أو في الهاندبول أو في أي لعبة موجودة في النادي، فهي دي سياسة النادي الأهلي، رصد البطولات وحصد البطولات، وهو ده النادي الأهلي اللي إحنا تربينا فيه وعشنا جواه، تربينا على البطولات بس. فانا ببارك لهم وبنبارك ان شاء الله كل البطولات اللي جايه، وان شاء الله نبارك لنفسنا برضو النهارده بالاقتراب السريع من بطوله الدوري حسمها النهارده بعد الفوز على انبي. تمام كابتن ربيع. مبروك طبعا للفريق والجهاز الفني والاداره، ومبروك لينا كلنا، ومش جديد على النادي الاهلي، نادي البطولات طبعا بفضل الله تعالى، ودايما في تقدم وازدهار باذن الله تعالى، وان شاء الله القادم افضل واحسن بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله كابتن عادل. اولا ببارك لمجلس الاداره على الانجاز، 3 سنين البطوله ما خدناهاش، رجعت تاني للنادي الاهلي. ثانيا ببارك ل